عقد بالإدارة المحلية بمركز الحامي والمقدلقة، ضم الإخوة رؤساء المؤسسات والجمعيات والمنتديات والملتقيات والفرق التطوعية بالحامي والمقد برئاسة الأستاذ محمد سالم بن الشيخ أبو بكر مدير الإدارة المحلية بمركز الحامي والمقد. وتطرق الأستاذ محمد سالم بن الشيخ أبو بكر إلى عدد من المواضيع، أهمها تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى علاقتهم بالسلطة والأمن من خلال التعاون في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالقضاء على السلوكيات الخارجة عن مجتمعنا وديننا الحنيف، منها ظاهرة تعاطي المخدرات والخمور، وبالإضافة إلى الظاهرة الجديدة تعاطي مادة الشبو المخدر. وناقش اللقاء عددا من القضايا الخاصة بمدينة الحامي، مثمنين جهود السلطة المحلية بمديرية الشحر واهتمامها بما تحتاجه الحامي والمقد والمناطق التابعة لها من مشاريع ونزولها إلى مدينة الحامي خلال الأيام الماضية. هذا وقد خرج اللقاء بعدد من الإجراءات لما من شأنه تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني ومتابعة كل ما طرح في هذا اللقاء من جوانب الإنسانية والاجتماعية، وكذلك الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي وتفعيل الجانب الرياضي من خلال الإدارة الجديدة لنادي وحدة الحامي.